وقاتلوهم فألا يخزهم الله بأيديكم ويشوي صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. أنا يأسفني أولا وأنت تعرفني بأنني صريح في قولي وفي مواقفي، وعلى هذا آمل أن تتحملوا صراحتي. ليس من أجل شيء، ليس دفاعا عن صدام حسين. المهم العراق يبقى عزيز والأمة العربية تبقى رافعة راسها. للأسف شقيقة تغدركم وتخونكم. هذه آخرتها، هذا الماء والملح اللي بيننا وبينكم، هذا الدم والأخوة اللي بيننا وبينكم. هل نكلم عداوة للشعب المغربي؟ ويخطئ من يسيء الظن به. إذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن. لو التاريخ ولو الواقع كنا نتمنى تستمر المعركة على مستوى المغرب العربي لكي نبني مغربا عربيا أساسه وقاعدة مصلحة، ولكن المصلحة الاستعمارية ومصلحة الصداقات حالة تحقيق هذا الهدف. We should have never been in Iraq. We have destabilized the Middle East. They said there were weapons of mass destruction. There were none, and they knew there were none. There were no weapons of mass destruction. You call it whatever you want. I want to tell you. They lied.